القوة المشتركة المتعددة الجنسيات تشن هجوما ضد جماعة بوكو حرام بهدف تنظيف حوض بحيرة تشاد، ذلك على ضوء عملية سميت بسلامة البحيرة، حيث حشدت لها 4 قطاعات عسكرية لغزو هذه الجماعات الإرهابية. الكتيبة التشادية للقطاع رقم 2 المنتشرة في منطقة العمليات، وبعد ان استقبلت القائد العام للقوات المسلحة التشادية النائب الثاني الجنرال طوفة عبد الله عيسى برفقته قائد القوة المشتركة، بالإضافة إلى قائد القطاع العسكري رقم 2 وكذا قائد منطقة الدفاع رقم 4، فقد قدمت لهم التوجيهات من قبل السلطات العسكرية لمرافقتهم في عملية البحث الثانية بعد عملية غضب بوما بهدف توفير الأمن لسكان هذه المنطقة. انا كنت بوكو حرام ميشو اندا اوجر وميشو اندا سيجا وميشو من ده زيادة عن بارتادة عن كل ما في. هذه العملية جاءت بهدف وضع نهاية لتهديدات بوكو حرام. القائد العام للقوات المسلحة التشادية النائب الثاني يتحدث عن هذه العملية. قلت للعسكر التشادين بدون فخر لأنكم معروفين، معروفين لدى العالم كله ولدى الجيران ولنا نحن قادتكم. ما حصل يوم من الأيام وانتوا جبتوا لنا نحن الشك ولا جبتوا لنا سمعة سيئة. معلوماتكم عالية وبتقدموا أهم التضحيات يعني في ميادين القتال سواء داخل شات أو خارج شات. حتى لو تكملوا كلكم ما تجيبوا نتيجة سيئة، جيبوا نتيجة نحن نفتخر بها بعدكم. أهم شيء في العمل العسكري العمل الحربي الانضباط، الإنسان دائما يكون منتبه، دائما يسمع أوامر القادة ودائما يتبع القانون، بذلك تجوبوا نتيجة سمحة وإن شاء الله بعد عودتكم نجي نستقبلوكم بفرحة وسرور لأنكم جبتوا لنا نتيجة كبيرة وذهاب ترفعوا رؤوسنا على العالم. إن القيام بهذه العملية التي سميت بسلامة البحيرة ضد جماعة بوكو حرام الإرهابية ستساعد من دون شك في توفير الأمن لسكان هذه المنطقة.